حركات بيعملها كل شخص فينا، بيستخدم إيديه أو رجليه أو تعبيرات وجهه ونبرة صوته ممكن، أو هز الكتف أو الرأس. كل هالحركات بنعملها لما بنحاول نوصل معلومة. طبعا هل علم هذا يسمى لغة الجسد أو البادي لانجويج؟ بهاي الفقرة رح نتعرف أكثر عن البادي لانجويج مع سيد أحمد السعد، خبير لغة الجسد ومدرب في البرمجة اللغوية العصبية. أهلا وسهلا فيك أحمد. أهلا وسهلا فيك أحمد. يعني معروف أنه علم لغة الجسد أو البادي لانجويج علم قديم حديث، لكنه خطير بنفس الوقت، لأنه ممكن بكل سهولة تقدر تقرأ الشخص اللي أمامك، صح؟ صحيح. هي قراءة الشخص ممكن تقرأ مشاعر ليست الشخصية، وهون يعني منركز على موضوع البادي لانجويج في هاي النقطة. إن قراءة الشخصية تختلف عن قراءة المشاعر الحالية في وقت معين. أوكي. فإذا أنت عملتي حركة معينة، الآن بعرف أنت شو مشاعرك أو شو تفكيرك الحالي، لكن ما بعرف شو شخصيتك أنت. أوكي. فهون الاختلاف بين لغة الجسد كقراءة شخصية أو كقراءة مشاعر وأفكار. لغة الجسد هي يعني ممكن نحطها في إطار واحد، اللي هي اللغة التي لا تكذب أبدا. واضحة وصريحة. واضحة وصريحة ومباشرة. مكشوفة. مكشوفة. إحنا هلأ بنشوف صور لفتاة عم تعمل مجموعة حركات، بس نحكي شوي شو بتعني هاي الحركات. يعني اللي حاطة إيدها على خصرها، أو اللي ضامة إيديها، أو اللي بتشير بإصبعها. كل حركة إلها معنى بلغة الجسد. مزبوط. الحركات هاي الموجودة عندنا هي كلها حركات ممكن نحطها في إطار السلبي. ليه؟ لأنه الشخص اللي بحط إيديه على خصره أو بكتف إيديه بهاي الطريقة أو بوجه السبابة للشخص الآخر، هو شخص هجومي لدرجة معينة. أوكي. أو استفزازي. أو استفزازي، بحاول يستفز الشخص اللي قباله. صحيح. أوكي. أوكي. طب الشخص اللي بحط إيده بضم إيديه لقدام وبيكون قاعد ويعني بحرك بإيديه دائما على طول، وهو بيتحدث بتلاقيه ماسك ايديه هيك وبحركهم على طول، شو بيعني هذا الشيء؟ هذا ممكن شخص يكون اما يكون في ناوي على شيء، يعني بيكون حاط هدف معين فناوي على شيء، فالان مرتبك، يعني بيحاول يوصل للشيء اللي هو بده اياه بطريقه لا شعوريه. فبيبين للشخص اللي قباله انه هو مرتبك، او بيحاول، كيف واحد بيكون بيغسل ايديه، بيحاول ينظف ايديه من الموجود ومن التفكير من الموجود من اللي في دماغه. فبصير يحرك يده بهذه الطريقة. الحركات الموجودة في لغة الجسد ما يقارب المليون حركة. يعني ممكن تعدادها، لا يمكن تعدادها، لكن في حركات مميزة أو حصرها، لكن في حركات مميزة من الحركات اللي حكيتها. احنا عم نشوف هلا حركة لشخص عم بي، دائما في أشخاص لما بيكونوا يحكوا إما بتلاقيهم بيعملوا يعني ممكن يحك رقبته أو يحك حواجبه أو شعره، أو يعني بتلاقي في حركات هيك لا إرادية بتصير معه. يعني هاي شو بتدل برضو على نوع من التوتر؟ هي بتدل على نوع من التوتر، بيحاول يخفي مشاعر معينة. هي لا شعوريا بصير الواحد يحك رقبته، لانه اللا شعور بيعطي للدماغ انه الان هو في مرحله توتر. فممكن يصير في تعرق في منطقه الرقبه اللي هي اول شيء بصير فيها تعرق. فلا شعوريا بصير يحك هاي المنطقه. فهون من احدى الاشياء اللي ممكن نقراها في الشخص، انه ممكن الان في مرحله توتر، حك العين او حك الدان او حك الانف، هاي كمان من احدى مراحل التوتر او اخفاء مشاعر معينه. أنا بدي أربط حديثك بموضوع لغة الجسد بالفقرة اللي كانت معي ضيفتي الدكتورة سراء فاضل قبل شوي. كنا نحكي عن اللاوعي والتفكير باللاوعي. أكيد هو جزء علم الجسد أو لغة الجسد، هو علم من جزء من اللاوعي، مش هيك؟ علم اللاوعي أو تفكير اللاوعي. تفكير اللاوعي، صحيح. يعني هي متخصصة أكثر دكتورة، لكن ممكن نحكي هو في رابط كبير بينهم. ليه؟ كيف؟ شو اللي بربط؟ الشخص لما يكون بيحاول يفسر أو يعبر عن شيء معين، فالعقل الباطن أو عقل اللاواعي بيوجه رسائل معينة لا شعورية للدماغ. فالدماغ هو المسيطر على الأعضاء الموجودة في جسدنا أو العضلات حتى. وحتى درجة الصوت ممكن يأثر فيها. فالشخص اللي واثق من نفسه بيختلف عن الشخص المرتبك أو الشخص الغاضب، فبتختلف حتى حركاته، حتى درجة صوته،
وكل إيماءاته موجودة في جسمه تختلف. المايكرو إكسبريشنز اللي هي حركات الوجه الدقيقة بتختلف كمان عنده. يعني بفهم منك أنه ممكن تكون شخصية الفرد بتأثر على لغة الجسد، بمعنى أنه طبيعة عمل الفرد ممكن تؤثر على أدائه، وبالتالي يكون شخص يقدر يتحكم في لغة الجسد. طبعا لما يحكي السياسي بيكون عنده لغة جسد هادية نوعا ما، فما فيها حركات كتير، لأنه بيحاول يسيطر على مشاعره، يوصل الفكرة اللي عنده عن طريق الكلام. بيختلف عن شخص مثلا ممثل بيكون في عنده حركات أكثر. الممثل ممكن يقدر يخفي يعني بعض الحركات أو التعبيرات بكل سهولة؟ طبعا هو متدرب على إخفاء المشاعر وإظهار مشاعر مختلفة، لكن إحنا كمحللي لغة جسد ممكن نكتشفهم. هو بشكل عام ممكن يخفي صحيح، لأنه هو متدرب على كيف أنه يطلع شعور مختلف عن الشعور اللي هو فيه الآن. بس سهل أنكم أنتم بالنسبة لكم كمدربين طبعًا في هذا المجال أنكم تكشفوهم نوعا ما لدرجة معينة. في ممارسي في الكذب أو إخفاء المشاعر، نحكي عندهم قدرة عالية جدا من إخفاء هاي المشاعر والكذب. فإحنا بتكون عندنا صعب شوي نكشفهم، لكن إذا شفنا الشخص أكثر من مرة أو بنفس الحالة أو سجلناه فيديو ممكن نكتشف بعض الأشياء المعينة، ممكن دلنا إنه هذا الشخص هون عم بيحكي صح أو لا. أنت أعطيتني مثال تحت الهواء عن الخباز، إنه كيف بيعمله متعود، يا ريت تحكي لنا إياها ويسمعوها السادة المشاهدين، إنه قديش ممكن تأثر طبيعة عمل الشخص على لغة الجسد طبعًا خاصة. هلأ الخباز، لو أنا خباز وطبيعة شغلي دائما بحرك إيدي في الخبز، فلما أطلع على المجتمع وأحكي معهم بتكون طبيعة حركاتي كلها زي كأني بخبز، فبعمل إيدي هيك بعمل إيدي هيك، فإحنا ممكن نعرف طبيعة عمل الشخص عن طريق حركاته. أوكي. فهون بتأثر الشخصية أو طبيعة العمل أو حياة الشخص على لغة الجسد تبعته. الشخص اللي دائما في مجتمع بيكون دائما عدواني وعصبي بيكون في عنده حركات معينة في جسمه أو في وجهه بتبين له أنه هو عايش في مجتمع معين. هلا في عنا كمان المسافات الآمنة بسموها مسافة الشخص، في ناس عندهم مسافات يعني ما بحب حدا يتخطى هاي المسافات، بحكي لك هون خليك عندي بس أكثر من هيك لا تتخطى الحد. في ناس لا ما في عندهم مشكلة. على سبيل المثال عندنا الشعب الياباني أو الصيني، نحكي الشعب الصيني عندهم لأنه عدد كبير من الناس فعندهم تواصل حسي أكبر، فعندهم المسافات الآمنة هاي أقل، ومسافات الشخصية عندنا إحنا مثلا في مجتمعاتنا العربية عدد أقل فبيكون المسافة أكبر. فلما أجي أتعامل مع رندا بكون المسافة اللي برتاح لها أو بترتاح لها هي اللي هي المسافة هاي تقريبا متر أو متر ونص. عند المجتمع الصيني لا بتكون أقل. فلما يجي واحد من شعب مثلا واحد أردني مع واحد صيني بيكون في عندهم مشكلة في التواصل لأنه مسافاتهم الآمنة مختلفة ومسافاتهم الشخصية مختلفة. طيب أنا كمان حابة أعرف منك أكثر عن الحركات، خلينا نحكي نفصل أكثر كل واحد، يعني الحركات اللا إرادية اللي بتصير معه كيف ممكن تفسروها أنتوا في علمكم أو في يعني أنت كشخص مدرب في هذا المجال كيف ممكن تفسرها؟ يعني نقول مثلا الشخص اللي قاعد وإذا مثلا حكيت معه في موضوع بلشوا عينيه البؤبؤ يتغير مثلا يصغر او يكبر، هذا شو بدل؟ بدل على انه ممكن تحس انه هذا شخص بيكذب عليك او عماله بيحاول يلف ودور على الموضوع ولا كيف؟ طيب هلا في اشياء لا اراديه بتصير، هو كل عضلاتنا الموجوده في جسمنا لا اراديه. في اشياء ممكن يتحكم فيها الشخص اللي هي مثلا الايدين او الرجلين، لكن في اشياء لا يمكن السيطرة عليها زي البؤبؤ العين. بؤبؤ العين والقزحيه خصوصا تتمدد او تتقلص حسب الموقف الشخص بيكون فيه. إذا كان مثلا مبسوط تتمدد القزحية، إذا كان مش مبسوط أو مش سعيد أو مش مؤمن باللي بنحكى له تتقلص القزحية. فهي من الأشياء اللي ممكن واحد ينتبه لها، إذا كان شخص سعيد تتمدد معه. وفي أشياء كتير اللي هي المايكرو إكسبريشن زي ما حكينا قبل شوي، اللي هي حركات العيون، حركات بين الحواجب، الجبين هون، زوايا الفم، الأنف نفسه، هاي الأشياء ممكن إحنا نركز عليها ونعرف الشخص شو بفكر. هلا الأشخاص اللي ممكن تطلع معهم الإكسبريشنز اللا إرادية، يعني نقول مثلا خلص بطبيعة وشه إنه بتعطيه هاي الشغلة لا إرادية، مش إنه هو المقصود فيها إنه تطلع معه هاي الإكسبريشنز، فمثل هيك برضو بتحكموا عليهم نفس الطريقة ولا بشيء مختلف هدول الأشخاص؟ أنا قبل موضوع الحكم من أن نحدد شغلة مهمة عشان نحلل تفكير أي شخص
في محاور مهمة جدا في التحليل. أولا أنه ما نحلل حركة واحدة، نحللها في مجموعات، يعني نأخذ الحركة ونأخذ أكثر من حركة، صوت، حركة معينة في الوجه، حركة في الإيدين، هون ممكن إحنا نعرف أنه الشخص كيف بفكر، بس ما نأخذ حركة واحدة مباشرة نقيم الشخص. ثاني شيء حسب الموقف، ممكن يكون واحد عامل هيك لكن هو عنده مغص، ممكن يكون بردان، فما بنحكم عليه انه هو في عنده بيحاول يخفي مشاعر معينه داخله. كمان شغله اللي هي هلا بناخذ احنا في لغه الجسد موضوع ثاني اللي هي مبادئ معينه في لغه الجسد. اوكي، لما اجي انا احلل اي شخص باخذ هاي المبادئ وبحكم عليه، لكن ما بقدر احكم مباشره على حركه معينه. انت حكيت قبل شوي ممكن يكون في عاده وعنده واحد يعمل حركه معينه، بتكون لا اراديه، لا اراديه، او التأتأة مثلا، يعني في اشخاص بتأتئوا كثير، هل هذا بدل على انه شخصيه مثلا ضعيفه او غير مواجهه او شيء زي هيك، ولا هاي خلص هاي طبيعه في يعني ممكن التأتأة. تكون طبيعه ممكن تكون هاي حسب الموقف. احنا لما نيجي نحكم بناخذ الشخص بنحطه في اكثر من موقف، هون ممكن نعرف ان هاي هي خاصه فيه ولا لا. في ناس عندهم حركه الحواجب كثير بيرفع حواجبهم، هي حركه الحواجب معناها انه يعني متفاجئ من الموضوع اللي بيحكيه او بنحكى له. فلما يكون عنده عاده في تحريك الحواجب ان هذا الشخص مش متفاجئ، هاي عاده عنده. طيب اللي بهز رجله كثير، هاي في عنده مشكلة ممكن تكون نفسية، عنده اضطراب، مش شرط يكون الآن مرتبك اللي بصير حواليه. أكثرت الشباب هيك بتحسهم، يعني نسبة كبيرة من الشباب بتحس أنه عطول دائما رجلهم بتهز عطول، يعني ما في شاب بلتقي فيه شاب صغير إلا بتلاقي هاي العادة موجودة عنده. ليش؟ ممكن تكون موضوع زي ما حكينا نفسي، هو ممكن يكون عنده لأنه الشباب عندهم طاقة عالية. فلما يقعد الشاب بيحاول يتحرك أكثر، فلما تحطيه في محل معين بصير يهز خلص. هاي من إحدى الحركات اللي بتدل على الملل. أوكي، فاللي بيهز إيده بده يخلص بسرعة، أو حرك إيده زي هيك أو كذا، عمل هيك، عرف الآن إنه هو الشخص ملان. أما إذا كان مش إنه متوتر، يعني مش متوتر، ممكن يكون متوتر، ممكن يكون متوتر حسب الحالة. طب خلينا نشوف هالكاريكاتير ونحاول نفسر شو بيعني هالكاريكاتير، وإذا كان بالفعل علم الذات ممكن يأثر أو يكون لغة الجسد بتأثر على الثقافة. طبعا في حركات معينة لكل شعب. هلا في لغة جسد خاصة بشخص معين، وفي لغة جسد خاصة بشعب معين، وفي لغة جسد لكل العام لكل البشر. ففي إحدى الحركات ممكن واحد يعمل زي هيك، عندنا في المجتمع العربي هاي بتحلف له. مظبوط. في عند الأمريكان هاي أوكي. فبتختلف. الآن في شعوب عندهم هاي النصر، في هاي حركة هاي ممكن تكون غلط عندهم. فكل شعب بيختلف. أنا مش شايف الصورة بالضبط، لكن في حركات ممكن نستفيد منها. في واحد عم يتحلف له سوف أقتلك. في زي هيك. والثانية إيش؟ هاي علامة نصر. مظبوط، هي صحيح. طيب يعني بالفعل يعني بيعتمد حسب كل واحد والشعب، يعني حسب المجتمع اللي هو عايش فيه. المجتمع اللي هو عايش فيه. مثلا نحن المجتمع العربي الرجل يسلم على المرأة ممكن يكون فيها تنافر، عند المجتمع الأجنبي غير، بيختلف. هاي من أسلوب التواصل. نفس الشيء لغة الجسد بتميز شعب عن شعب. وفي حركات عامه زي ما حكينا اللي هي مايكرو اكسبريشنز موجوده عند كل الشعوب. هي لغه الاشاره جاءت من لغه الجسد؟ يعني انت برايك اول ما يعني لو بنرجع لتاريخ لغه الاشاره، هي اكيد مرتبطه في الجسد، لكن لا علم لي انه هي جاءت من لغه الجسد ام لا. يعني ما بعرف. يعني في كثير اشخاص سعد يعني بتحس انه بيقدروا يخفوا، شاطرين في اخفاء تعابيرهم، تعبير وجههم. هدول الأشخاص بتكون هن بالأساس موهبة عندهم بأنه يقدروا يخفوا أي شيء، ممكن أنت كشخص دارس وعالم في هذا الموضوع أنك تقدر تكشفهم. فكيف ممكن أنتوا توصلوا لنفسيات هؤلاء الأشخاص؟ في ناس عندهم احترافية عالية، وفي ناس مدربين في هيك أمور أنه يخفي المشاعر، وخصوصا السياسيين
والممثلين بيحاولوا يتدربوا على هيك شغلات علشان ما يبينوا مشاعرهم تجاه أي شيء معين. طب أسألك أنت مثلا يعني بتقدر تضبط نفسك يعني بكل الحالات؟ لا بكل الحالات مستحيل. يعني في أوقات معينة إلا ما واحد يتأثر وتطلع الشخصية الحقيقية تبعته أو مشاعره الحقيقية. لكن بشكل عام إحنا بنحاول نسيطر على مشاعرنا هاي عشان يكون في تواصل بينه وبين البشر أفضل. في يمكن زي ما حكينا إنه في بعض الأمثلة بقول لك يعني في شخص بيكون قارئ للغة الجسد بيستطيع حكينا إنه يخفي تعبيراته أو التحكم فيها. في دراسة قام فيها أحد علماء النفس اكتشف إنه 7% فقط من الاتصال بيكون بالكلمات و 38% بنبرة الصوت و 55% بلغة الجسد. يعني لو اختلفت الكلمات ولغة الجسد فإن الفرد يميل إلى تصديق لغة الجسد. ما مدى حقيقة هاي الدراسة؟ هي حقيقة دراسة صحيحة 100%. هو شخص اسمه ألبرت مهربيان اكتشفها سنة 1971 عمل دراسات عليها وطلعت صحيحة. هي ما يقارب 60-93% التواصل غير الملفوظ اللي هو الصوت ولغة الجسد هي بتوصلنا للفكرة. فعلى سبيل المثال لو بدي أحكي أني بحب شغلة معينة فإذا حكيتها بحب فكل لغة جسدي وصوتي أعطاك التأثير الصحيح. لكن لو حكيتها بطريقة مختلفة بحب يمكن ما تحسيها فعلا وصلت الفكرة صحيحة. فعشان هيك إحنا بنحاول نوصل أنه لغة الجسد لازم يكون فيها تطابق مع الكلام. لازم تكون 100%. 7% مهمة، 93% مهمة، لكن لازم يكون في تطابق بين الكلام ولغة الجسد عشان نوصل للمشاعر الصحيحة والأفكار الصحيحة عند الشخص. بدي قبل ما أختم معك أرجع لبعض الحركات ونحاول نفسرها. إذا شخص حط رجل على رجل وأمامه أشخاص طبعا، يعني هل بيعني شيء معين غير أنه الشخص لما يكون قاعد وحطت رجليه عادي هيك ولا؟ هي بتعني شغلات كتير، لكن إحنا ممكن نحكيها كإشي أساسي. هي واحد يحط رجله على رجل على رجل الثانية تعني أنه هو الشخص بيحاول يخفي مشاعر أو يحاول يكون اجتماعي مع الناس لكن ما يكون مرتاح معهم 100%. فبيحاول في حالة في بيكون في قعدات رسمية ممكن يكون بحط رجل على رجل أو ممكن يكتف إيديه بهاي الطريقة هو مرتاح هيك لكن مش عم بيطلع كل أحاسيسه للشخص اللي معه. إيش في ممكن حركات؟ أنا واحد من الناس مثلاً أحمد بحب دائماً يكون معي الألم بغض النظر يعني إذا كان بكتبه أو بستخدمه أو لا. بحس إنه لازم يكون في معي شيء. هي تواصل، لازم الايدين يتصلوا ببعض او الرجلين يتصلوا ببعض. وممكن يحط رجليه مع بعض من تحت، اوكي. يشبكهم بعض من تحت، ما يحط رجل على رجل. وممكن يمسك القميص، ممكن يمسك الجراف بطريقه معينه، يمسك الجاكيت يعمل هيك. لازم الايدين يتصلوا ببعض عشان يحس براحه. فانت الان بتحاولي تحسسي نفسك براحه، بتمسك الالم بهي الطريقه هيك، بتوصلي ايديك ببعض. تحس انه في حاجز امام صدرك اللي هو القلب، اهم جزء في الجسم اللي هو القلب. فبيحاول الانسان شو يخفيه، يعمل درع زي ما كانوا بالحرب زمان. يعمل درع امامه هيك بيخفي القلب وهيك بكون مرتاح. وفي اشخاص بيضلوا حاطين ايديهم خلف ظهرهم. اللي بحط ايديه خلف ظهره في يعني؟ له حركتين، ممكن يكون هو شخص مسيطر او مسؤول اذا حط ايديه خلف ظهره بهاي الطريقه. اوكي. اما اذا بلشت ايد تمسك الايد الثانيه لفوق يرتفع فيها شوي شوي، هذا الشخص بيحاول يمسك اعصابه. حاول يسيطر على مشاعره، في عنده حالة من الغضب ممكن يكون أو النرفزة. فهون نعرف إنه هذا الشخص في عنده حالة الآن سلبية. أوكي. والشخص اللي دائما بيحرك بشفايفه يعني على طول بضل زي ما عملت أنت هلا. هي ناشف بس. عشان رأيك ناشف بس. ما يعني شيء ثاني. حسب الحالة. إذا سألتي الشخص هي بتصير بالدم. لما واحد ينسأل سؤال محرج وبده يفل منه. فبيبلش الدم ينزل على رجليه، ببلش الشفايف تنشف، وجهه يصفر، ايديه يبردوا، فنعرف انه الشخص الان مرتبك وخايف. اوكي. طب احنا اكيد في نهايه هاللقاء بدنا نشكرك احمد السعد، كل الشكر لمشاركتك معنا في دنيا يا دنيا. شكراً. وان شاء الله لكم. احنا يكون في لنا لقاءات اخرى نكشف فيها عن لغه الجسد. اهلا وسهلا فيك ان شاء الله. شكرا. شكرا. اهلا بك.